بقول صاحب القصة، راح أحكي لكم أكثر موقف مرعب تعرضت له بحياتي ومستحيل أقدر أنساه أبدا، وما بعرف لها اليوم هل اللي صار معي حقيقي ولا كنت أتوهم. بقول كنت بهاليوم بسهرة مع بعض أصدقائي، وتأخر الوقت كثير حتى الساعة 3 الفجر، وللأسف الشديد منزلي مسافة طويلة حتى أوصله، تقريبا بدي ساعة. بقول كنت أقود السيارة بسرعة جنونية لأني كنت مرهق جدا وبدي أروح أنام، وبالطريق شعرت بالعطش الشديد، كنت بدي مي وشلون بأي طريقة ما كانت بس بدي أشرب، وكان الوقت متأخر ما لقيت قدامي غير واحد من المحلات فاتح. كان هالمحل فاتح ومحل كبير جدا اسمه الزوال. بقول الاسم هذا مستحيل يروح من بالي، كانت اليافطة تبعته كبيرة كثير ومضيئة بشكل ملفت للنظر وبهالوقت المتأخر. فقربت منه وركنت السيارة وفت على المحل، وما كان بهالمحل غير رجل واحد، ورغم كبر هالمتجر وضخامته كان رجل واحد بس. في الحقيقة كنت بمر من هالطريق وما لاحظت هالمتجر، يعني كثير بمر من هالطريق وما لاحظت هالمتجر هذا، يعني اشي غريب جدا. بقول كان الرجل وجهه للحائط وبعطيني ظهره وكان بعد الفلوس قدامه. بقول صاحبنا اخذت زجاجة هالمي من فوق الرف وقلت للرجل بدي اشتري هالزجاجة هاي من بعد اذنك، يا ريت تحاسبني. وهون دار الرجل وجهه، ويا ريته ما دار وجهه، وكانت المصيبة والفاجعة اللي بعمري ما بنساها. بقول صاحبنا نظر هالرجل إلي وشفت وجهه البشع، كان إله عين واحدة بس بنص وجهه، وفم بطلع منه لسان طويل جدا مشقوق مثل لسان الثعبان، ووجهه أسود اللون، كان منظره مرعب جدا، وكنت راح أموت من الرعب والفزع من هالمنظر. وكان الرجل بطير فوق الأرض، يعني مو رجله مو على الأرض. بقول صاحبنا ما بعرف شلون صرخت بهستيرية شديدة وركضت على السيارة برعب ودرت المحرك السيارة وانطلقت بأقصى سرعة، وأني بردد اللي بحفظ من القرآن الكريم، ورحت على البيت وأني أرجف رعب ونمت وما بعرف شلون نمت. وباليوم الثاني رجعت على المتجر مشان أعرف هل شفته حقيقي ولا وهم. دورت على متجر الزوال وكان بمكانه بضخامته وبكبر حجمه الغريب، بس تفاجأت انه المتجر مغلق. فسألت اصحاب المحلات اللي جنبه، قالوا لي هالناس هاي انه المتجر مسكر لانه انقتل فيه واحد من العمال بالليل الساعة 3 الفجر من عام ونص، والعامل هذا انقتل بوحشية شديدة بالمتجر من قبل بعض اللصوص بالليل الساعة 3 الفجر، وقاموا بخلع عينه وتشويه جسده بطريقة بشعة. اعتقد والله اعلم انه اللي صار بهالرجل كان انتقام، وعرفت من الجيران انه المتجر تحدث فيه امور غريبة، بسمعوا اصوات غريبة والانوار بالليل بتاضي من التلقاء نفسه، وحتى الياطة الكبيرة كل يوم الساعة 3 الفجر بتشتعل لوحدها، وهو نفس الوقت اللي انقتل فيه هالرجل، وما حدا يجرؤ على الاقتراب منه
أو شراؤه، لأنه كثير حاول العديد منهم شراء المتجر، ولكن بعد ما يشتروه كانت تحدث لهم أمور سيئة جدا وتلاحقهم المصائب، فمباشرة بتركوا المتجر. فوقفت وأني أنظر بفزع، فهل يا ترى اللي رأيته مبارح بالليل كان شبح؟ وشو كان بده مني يا ترى؟ ومين اللي بسكن هالمتجر؟ متجر الزوال. لحد اليوم ما بفهم اللي صار معي. Mm-hmm.